نعم أخي يوسف. نعم أختي خديجة. نعم تفضلي. حياك الله أخويا. حياكي. وشرفت الأمة الإسلامية أخي. الأمة الإسلامية مشرفة بنا وبغيرنا. الله يرفع قدره. آمري. إن شاء الله أخي. أخي بك والله راح نسألك. ما كان عندي طفل معاق وتوفى. رحمة الله عليه. توفى عنده 6 سنين. رحمة الله عليه. وهذا الأمر يحز بزاف في نفسي. نعم. شو السؤال؟ أخي يوسف وأنا ما نقدرش درك نجيب الأولاد. ما سمعت شو؟ أنا تسمى الأطباء منعوني إني نجيب أطفال. طيب شو السؤال؟ وزوجي كمان منعني. زين. هل عنده حق إنه يمنعني أم لا؟ إذا كان يخشى على حياتك والأطباء. لا لا لا. لا على حياة الجنين. تسمى الجنين اللي نجيبه يجي معاق. الطب يقول لك. نعم. الطب يعني الأطباء أخبروك. نعم. أن أنت وضعك البويضات الرحم كل ما أنجبتي يأتي الولد فيه إعاقة. بناء على دراسات علمية من الطب. نعم نعم نعم. وزوجك يقول لك أنا ما أريد. بناء على العلم والمقدمات التي عندي أنا ما أريد. نعم. وأنا أقول لك أطيعي زوجك. تقولي لي والله الله عز وجل غفور رحيم. بعرف ان الله غفور رحيم اكثر منك عارف، لكن من الله لانه رحيم اخبرك بالطب، قدم لك الطب حتى تاخذي حذرك. انت بسالك بالسياره الان، لو في منعطف امامك يقول اذا انت مشيتي على المنعطف 100 تقلب السياره، وضعين لافته امشي 60، وتقولي الله غفور رحيم بمشي 100 ولا تهد. خذي بالاسباب. الله اعطاك من رحمته اسباب. تقول لك الاسباب، انت إذا أتيت بغلام نسبة الإعاقة 90% أو 100%. أعطوك نسبة 100%. إذا 100% أعطوك النسبة، وجب عليك أن تطيعي زوجك ولا تلقي بأبنائك للتهلكة. أنت كمن يأتي بابنه ويقتله. فمن حقه يمنعك أختي. وأخي هل هذا الطفل يشفع لي إن شاء الله؟ طبعا. من مات له ولد، ما قال صلى الله عليه وسلم ولد عاقل ولد راشد ولد بالغ، من مات له ولد قال صلى الله عليه وسلم بس. نعم. علمتي؟ نعم. هو اللي بعمرك يا خديجة. واسمعي كلام زوجك الله يرضى عليك. إن شاء الله إن شاء الله أستاذ. نعم. ربي يحفظك إن شاء الله. آمين. ويكثر من أمثالك إن شاء الله. إن شاء الله أحسن. نعم من معي؟